عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة يونسو أشواق. ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غيكون مختلف وغيكون مميز وغيكون بواحد البصمة أمازيغية. يلا هم معنا، نديوكم معنا للمغرب العريق، المغرب الأمازيغي. فاليوم جيناكم بواحد العادة اللي زوينة بزاف، واحد العادة تاع بوجلود اللي معروفة في منطقة الأمازيغ، اللي بغيت صراحة أنا من الناس اللي بغيت نكتشفها وبغيت نتعرف عليها أكثر. وخا نخليكم مع سيونس الفنان ديالنا يعرفنا على هاد العاده، لحقاش هو من هاد يعني من اصول امازيغيه واللي في المنطقه ديالهم باقا كتمارس هاد العاده اللي ما بقيناش كنشوفوها اللي قربت تنقرض. فغادي نقولوا له بعدها مرحبا بك معنا في هاد الفيديو. بارك الله فيك الكلمه. بارك الله فيك، شكرا بزاف، وكنشكرك على الاستضافه ديالك. مرحبا ليا وعلى القناه، وكنشكر الاخوان المتابعين ديالنا. اولا كنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم اول حاجه واخا غنقطعك، قول لي كيف جاتك بعدا السمنيه الامازيغيه؟ يعني الامازيغيه الاصليه كتعجبني الصراحه، واخا انا ماشي امازيغيه كتعجبني هذه السمنيه. هذه باش معروفه المرأة الامازيغيه، زوينه بزاف صراحه في الاعراس وفي الحفلات، حتى لي زاكسسوار اللي كيديروا داك الشيء كيكون زوين بزاف صراحه. زوينه من دخلت عليها الجامعه من المغرب. الاخوان اليوم كما قالت الاشواق غادي نحكي لكم على القصه اللي ديال بوجلود، من العادات اللي كتنتمي لاقليم بولمان اللي مازال هي اللي محتفظين يعني بها اقليم بولمان بشكل عام، يعني سواء جماعه النرس وجماعه ديال السكوره. وانا شخصيا كنسمي الدوار تاع الميرات، وغادي نحكي معكم في هذا البرنامج ان شاء الله. فاول حاجه غادي نخليكم مع هذا الفيديو اللي شفتوه الصراحه وهذا هو اللي صار الانتباه ديالي. تحت الانغام والدقات الامازيغيه كيدير واحد لي ماسك، يعني هذه العاده هذه كتكون في عيد الاضحى بالضبط. فخليكم تشاهدوا الفيديو باش حتى اللي ما عارفش هذه العاده يكتشفها معنا، ونرجعوا لكم من بعد الفاصل. فقط هكا للمتعة ولا بصح عندها شي قصة اللي خلات ان الاجيال تبقى تكررها عبر الزمن؟ فغادي تكون الكلمة ليونس باش يجاوبنا. السلام عليكم جديد. هاد القصة ما كنتش كنعرفها صراحة، يعني منين جا العادات اللي كنعيشوها حاليا، اللي مازال مثبتين فيها الشباب ديالنا. هاد القصة درت واحد البحث بسيط، ان القصة جاية من العهد الرومان فاش كانوا مستعمرين الجهه ديالنا، يعني كانوا كيديروا احتفال بشكل بحال موكب، بحال الشكل ديال الاحتفالات اللي كتوقع في مدينه صفر مثلا في الفيستيفال ديال حب الملوك، هكا كيديروا حتى هما. كانوا مسمين هذا الاحتفال هو سميتو ديونيسيس. تما هذه هي اللي عرفت. اما انا هذا الاحتفال كيكون عباره عن شنو؟ يعني واش هما كانوا كيديروا الاقنعه كيحطوا لي دورات؟ طبعا كانوا كيديروا الاقنعه وكيحتفلوا باليوم، نهار يوم ديال العيد كيحتفلوا، يعني كشباب ويعني جميع
ديال السكان كانوا كيحتفلوا بداك. جميل يعني وبقات هاد العاده. وبقات هاد العاده. كيف ما شفتوا حنا عرفنا القصه الامازيغيه اللي باقا يعني كانت في الاصل ديال الرومان. المهم دابا بغيت نسولكم هو وانتوما محتفلين يعني بعد ما كتساليو بالذبيحه بطبيعه الحال كتهزوا لها دوره وكتخرجوا كتبقاو يعني شنو كيكون الاحساس ديالكم؟ واش كاين شي اختلاف يعني كتحسوا بصح؟ بغيت نعرف يعني بغيت نعيش معاك هاد ان شاء الله. دابا نعيش انا والمشاهدين نتعرفوا على هاد الاحساس هذاك الصراحه قصه يعني لان خلاكم تبقاو حتى دابا انكم كديروا في كل عيد. الصراحة واحد الاحتفال واحد الاحساس كيكون زوين بزاف 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 خصوصا يعني يوم العيد كيكون يعني كتبعد على المدينة كتمشي للدوار ديالك كلشي كيطلع الدراري والشباب كتلقى العائلة يعني كتلقاو العائلة كتكون العائلة كتحتفل كعارفة الأعياد المغربية. في الليلة يعني ما كدوزش داك اليوم اللي كنذبحو فيه كيكون نشاط وكتكمل بها أنك كتجي اليوم ديال الليلة تما كيجتمعو الشباب ديال المنطقة. أنا شخصيا كنت فاش كنت مازال صغير يعني كنت كنمشي مع الدراري اللي كبر مني كنمشي معاهم شنو كيديرو. حنا كدراري صغار كانوا كيعطيونا السيكا كنبقاو نعمرو مني كنمشيو كندورو على الديور كنبقاو نهزو كل دار كنمشيو لها كيعطيونا واحد الطريف ديال اللحم ولا السكر ولا الفلوس اللي كتبوا لها على داك الشيء. داك اللباس وكتبقاو كدورو على كدورو على على كل دار تمشيو لها كنبقاو نديرو داك احيدوس ديال ابو جلودن وكنغنيو حتى الكلمات ديال هذيك الاغاني كترجع ديال الناس ديال ابو جلودن. صراحه شي حاجه اللي زوينه وخاص يبقى الشباب محتفظين بهذه العاده باش انها ما تنقرضش. صراحه ذكرتي واحد المعلومه اللي ما كنتش عارفها هو ان الرومان كانوا مستعمرين المنطقه ديالكم. صراحه هذه شي واحد المعلومه اللي جديده عليا. فذكرتي ان الاسم ديال المنطقه ديالكم تيميرات يعني وعجبني هذا الاسم فبغيت نعرف شنو هو الاصل ديالو اذا كان ممكن. بصح كان الرومان كانوا مستعمرين المنطقه ديالنا اللي سميتها دوار تيميرات اللي كتنسمي الجامعه ديال المرس اقليم بولمان. دوار تيميرات الاسم ديال تيميرات جا من التيل ديال الاميرات. شنو هي يعني التيل؟ هو الجبل والاميرات التيل بالامازيغيه يعني هو الجبل والاميرات هما دوك الاميرات ديال الرومان كانوا كيتساراو في داك الجبل ويعني على طول وتما تما تسمات تيل الاميرات ودابا كيقولوا لها تيميرات بالاسم ديال تيميرات. هذا هو الاسم اللي كنعرف. جميل شكرا بزاف على هذه المعلومه. السؤال ديالي دابا هو شنو اللي خلاكم تحتفظوا على هذه العاده اللي مابقيناش كنشوفوها بزاف؟ بصح الاقليم بولمان هو اللي مازال حاليا محتفظ بهذه العاده اللي باقي يعني كاين الشباب ديال جماعه سكوره هما اكثر يعني شباب عندكم وديال المرس هما اكثر شباب ودور تيميرات حاليا اللي كنعرف انا اللي مازال متشبتين يعني هاد العادات هي كتكون فيها واحد الاحتفاليه ما يمكنكش تخلى عليها خصوصا كلشي الناس كتجي من المدينه وكتبغي تعيش داك الضغوطات كتنسى ديال المدينه وكتجي للدوار اللي كيكون كتكون عائله جوا كتكون عائله وكيكون الهدوء وكتكون واحد الفرحه يعني هنا كنخليو باش صراحه حمستيني وما كنتش نعيش معكم هذه الاجواء هذه ان شاء الله باذن الله. غادي يكون السؤال ديالنا الاخير باش نختموا الحلقه ديال اليوم اللي هو يعني هاد الفرقه هذه بحيث انا شفت على اخي يعني كتكون متكونه بفرقه وشنو كديروا في هذا الاحتفال؟ واش فقط كيكون تطبال وغنى وهادي ولا عنده شي حاجه وحده اخرى شي طقوس وحده اخرى كتمارسوها في الاحتفال ديالكم؟ الصراحه هذا هو السؤال اللي كنت كنتسنى منك باش يعرف المشاهد شنو ماشي غير الحيدوس اللي كيشوفو راه ما كيشوفوش شنو الكواليس شنو كيوقع يعني عباره هاد ابو جلودن كتكون على شكل فرقه. وهاد ابو جلودن بعدا تيك شنو هو الاصل ديال هاد الاسم يعني بوجلود؟ بوجلود يعني بحال هذوك الجلود جايه من الاسم الجلود ديال المعز ديال العيد اللي كيذبحو هما اللي تيتلبس وكيصايبو منهم لي ماسك هما اللي يصايبو منهم لي ماسك يعني من داك اللباس من داك الهيدوره كديرو منها الماسك
من داك الهضره بالضبط اللي باش كندبحوا مثلا عندي انا كنديروها على وجهكم هكا كنشفوها كنطفوها عاد كنديروها ماشي كنديروها هكا عاد تنلبسوا داك اللباس وكنختاروا يعني باش نجيو للسؤال ديالك اللي طرحتي عليا هو غادي يكون شويه يعني باش نعطي المشاهد شنو كيكون مول الكواليس ماشي غير الحيدوس الفرقه هي عباره كتكون من الفقيه كيكون فقيه هو اللي تيدعي في الاخير كيدعي مع مول الفقيه ديال الجامع وكيكونوا عزونات شنو هما عزونات هما العيالات ديال بوجلود شنو هو بوجلود هو الرئيس ديال الفرقه هو اللي كيكون لابس داك اللبسه اللي كتقولوا هو اللي كيلبس داك اللبسه هو اللي تيدخل للدار اولا شنو كيديروا ملي كيمشيو للدار ملي تمشيو لشي دار كنبغيو كندخلوا بالفرحه كنوصلوا لعندو الدراري كيتصافوا كيديروا الحيدوس وبوجلود هو اللي تيدرم كيدخل داخل ديال الدار وكيطيح كيطيح لهم تما وتما يا ما غاديش ينوض واخا يجي مول الدار ينوضو ما خصوش ينوض كاع نهائيا علاش خص يقول له خص هو تداك بوجلود كينادي على الفقيه كينادي اولا على الزونات كيجيو كيبقاو غوتو زعما اولي ولي علاش شنو مالو مالو كيمشيو هما تعيطو للفقيه الفقيه كيكون برا كيتسنى انت هنا كيدخل الفقيه وكيبقى يهضر مع داك بوجلود اللي طايح كيقول له داك بوجلود خصك تطلب من هاد المورين الدار يعطيونا الفلوس وتيوصل داك الميساج للمورين الدار كيقول لهم خصكم تعطيو الفلوس عاد باش ينوض لكم من هنا كيشد الفلوس كيدير لهم موت احمر اي كيقول لهم موت احمر عاوتاني كيطلب الطلب الثاني هو باش يعطيو فخ ديال اللحم ديال داك اللحم عاد باش الاضحيه وتيعطيو له اللحم وحتى يسالي ثلاثه د الحوايج هو السكر والفلوس واللحم عاد باش كينوض ديك الساعه كيدرم كيخرج لبرا كيبقى يدير كيديروا احتفالات فكاهيه ما بين العيالات الزوجات ديال داك بوجلود كيكونوا دايرين الزوجات الحقيقيين كيكونوا الزوجات ديالو ولا فقط يعني غير اللاعب لا بس فقط للترفيه يعني الدراري اصلا هما اللي كيلبسوا اللباس ديال المرا شنو سميتها ديال اسمها عزونه كنسميوها عزونه كيلبسوا اللباس ديال المرا كيكونوا جوج عيالات وهو كيلبس ديال الراجل يعني بوجلود وماسك كيخلع وهنايا كيكونوا واحد الحيدوس وكيكونوا الاهازيج الاغاني ديالهم عباره على اي بوجلود بغيت نسولك هو انا قلتي لي كيدخل الديور يعني كيدخل اكثر من دار وكيجمع منها السكر والفلوس واللحم فهاد الفلوس وهاد اللحم يعني فين كيمشي هاد اللحم وهاد الفلوس اللي كيجمع من عند الجيران من عند هاد السؤال زوين هاد السؤال هو جاي مزيان هاد الفلوس اللي كنجمعو ملي كندورو على بحال مثلا دورتي الميراس حنا درنا الشباب كاملين الدار دار بدار ما كنخليو حتى دار كنكونو السكن كيكونو جوج دراري كيكونو كديرو المافيا المافيا كنسيزيوهم كيكونو الدراري كيكونو مختصين كيهزو لنا داكشي ملي تنجمعو هادي كنحاولو نشوفو شي دار غد ليه يعني غد ليه بالعشية ديال غدا د العيد تاني عيد بالليل كنشوفو كنمشيو نختارو شي دار عند شي واحد كيف ما كان ما كيردناش المهم كنختارو دار داك الفلوس كنشريو بالتقضية ديال الخضرة كنشريو الاتاي اما السكر كنكونو جمعناه واللحم كيكون مجموع اما داك الفلوس كنشريو مثلا الخضيرة ولا كنشريو الطعام وكنجيبو شي مرا مثلا كنقدروا كنعطيوها من دوك الفلوس كنخلصوها الى بغات يعني الا كانت شي وحده ماشي ما فحالاش كنعطيو لها الفلوس كنخلصوها في سبيل الله ومنها كطيب لنا وكتعيش معنا الاجواء وكنعرضوا على الناس كاملين وكيكون واحد يعني خير ما يديه غير لنا داكشي اللي عطاوكم كتهضروا داكشي اللي عطاونا كنرجعو صراحه زوينه هاد العاده باش تجمع كاع الناس ديال القبيله ويتجمعوا في العيد صراحه شي حاجه اللي زوينه بزاف والله كنتمنى تعيشي هاد الاجواء صراحه ان شاء الله الناس دابا حاليا كتنقرض ولكن مازال دوار تيميرات متشبتة بها وجماعات الكورة والمدرسة صراحه شي حاجه اللي خاص الصراحه هاد العاده هادي زوينه بزاف خاص يبقاو يعني يبقاو متشبتين بها الشباب ديال اليوم باش ما عمرنا نساو يعني الاجداد اللي كانوا كيديروا يعني بقى داك الشيء ديالهم
وكانت هذه هي القصة ديال بوجلود، القصة الرائعة والجميلة اللي عجبتني واللي استمتعت وانا كنسمع الاحداث ديالها. كنتمنى تكونوا حتى نتوما استمتعتوا واستفدتوا، وهذه واحد الحاجة من بزاف من التقاليد ديالنا، من تقاليد المغرب العريق. فإذا كان عجبكم بحال هاد الحلقة وعجبكم انكم تكتشفوا معنا بحال هاد التقاليد، فخليونا في لي كومونتير شنو بغيتوا تكتشفوا، شنو بغيتوا تعرفوا اكثر. فاحنا ما علينا الا اننا نبحثوا، اننا نعرفوا من الاشياء اللي كنعرفوا نوصلوها لكم، واللي ما كنعرفوش نبحثوا عليها حتى هي ونوصلوها لكم. فخليونا لي كومونتير ديالكم زوينين، وحتى في الفيسبوك وفي الانستغرام صيفطوا لنا اي حاجه بغيتوا، غادي نخليوهم لكم لتحت. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ودابا غنخليو كلمه اخيره ليونس باش يودع يختم الحلقه ديالنا. صراحه كانت الحلقه زوينه بزاف بزاف، ومازال تشوفوا في فكراتك فكراتني في الايام. صراحه مش على ديما عيت في بلادي، داكشي علاش متشوقت انا باش نعاود نعيش داك اللحظه ان شاء الله انا وياك ان شاء الله. المهم بلا ما نطول عليكم خوتي، السلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.